ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة وصفة ومعلومة مع شيمو. النهاردة هقدم لكم وصفة الكبدة المقلية، مقلية بالردة، مقلية بالدقيق، زي ما انت حابة. النهاردة هقدم لكم الكبدة المقلية بالردة، حلوة جدا جدا. الكبدة الصوابع المقلية بالردة حلوة جدا يا بنات. تابعوا القناة بتاعتي وصفة ومعلومة مع شيمو، هقدم لكم فيها جميع الوصفات بإذن الله. اي وصفة هتحتاجيها تلاقيها جوه القناة. تابع القناة، اعمل اشتراك فضلا وليس امرا، فعلي زر الجرس علشان اي فيديو انزله ان شاء الله يوصل لك بيه اشعار، وتتعلمي ونتعلم من بعض ونفيد بعض. زي ما انتم شايفين كده، الكبده صوابع عامله زي البطاطس المقليه كده، طعمها تحفه جدا جدا يا بنات. هقول لكم على كذا طريقه او طريقتين ليها في الفيديو ده. انا في طريقه كنت بعملها قبل كده، وفي طريقه عملتها في الفيديو ده، يعني هقول لكم على الاثنين. تابعوا الفيديو ان شاء الله تعجبكم، طعمها حلو جدا وهتبقى انضف من بره بكتير. انا ما بقللش قيمه الحاجه اللي بره، بس دايما الحاجه لما بتعمليها بايدك في البيت بتبقى احلى بكتير يا بنات من الحاجه اللي معموله بره. بتعملي معاها سلطه، بتعملي ميه السلطه دي بقى بتبقى حاجه تانية خالص كده يا بنات. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى الكميه قلتها، وطحينه بقى وسلطه كده وميه السلطه. يلا بينا نشوف الكبده المقليه بتاعتنا الحلوه الجميله دي عملناها ازاي. طبعا انت بتجيبي الاول الكبده كده من عند الجزار او من مكان ما انت بتجيبي الكبده بتاعتك، بتجيبيها بتبقى كبده سليمه كده عادي. انا كل مره بجيبها من عند الجزار بصراحه، بس المره دي قلت اجرب دي الكبده اللي هي بتاعت الجيش، قلت اجربها يعني. بس انا دايما بحب دايما اجيب الكبده واللحمه المفرومه من عند الجزار، مش من اي مكان تاني، مش عارفه ليه يعني. المهم انا بقى وهي متلجه كده، اهم حاجه ان انت تقطعي الكبده بتاعتك وهي متلجه علشان تعرفي تقطعيها. ما تقطعيها متلجه هتتقطع معاكي ومش هتتهرى ولا اي حاجه. بس لو انا ايديا اتلجت مكنتش قادره امسكها، بس هو كده احسن يعني. قطعتها بصوابع اللي انا محتاجاها، ما تكونش خفيفه قوي علشان ما تنشفش. الكبده طريه وبتستوي بسرعه وكل حاجه، فانت ما تخليهاش تخينه قوي وما تخليهاش طريه، تبقى زي الصبوع كده، حتى في سمك الصبوع نفسه عشان تلاقيها من جوه فيها لحم كده ما تكونش ناشفه. تمام، هتقطعيها صوابع بصوابع مكعبات، تقطعيها زي الشرايح كده زي ما انت حابه. انا بقطعها صوابع، التقطيع مش هتفرق حاجه في الطعم. تمام يا بنات، تمام يا بنات. قطعت الكميه اللي معايا. طبعا في ناس بتقول ان الكبده ما بتتغسلش، انا ما اعرفش ما اغسلش الكبده ده، حتى لو جايباها بلدي من عند الجزار لازم اغسلها، ما اعرفش ان انا ما اغسلهاش. بس انا هقول لكم بقى بغسلها ازاي وبعمل فيها ايه. بتخلي انها ما فيهاش زفاره خالص خالص يا بنات، وطعمها بيبقى حلو جدا وما فيهاش ولا سنس زفاره كده حتى خالص يعني. ان طبعا معروف ان الكبده اصلا بتبقى يعني الزفاره بتاعتها طالعه شويه اكتر من اي حاجه، وهي انتوا ما بتغسلوهاش. لا انا بصوا بغسلها، بفتح عليها الميه واغسلها واصفيها كويس جدا جدا من الميه اللي فيها ومن اي حاجه فيها. طبعا مهما غسلتي هتفضل تطلع معاكي لون احمر، احنا متفقين على كده يعني. بس بتفرق بقى انت غسلاها ولا مش غسلاها ولا كده. المهم انا دي طريقتي وبقدمها لكم، واللي حابب يعمل بيها يعملها، مش حابب خلاص يعني. انا بديكوا فكره وانتم ممكن تنفذوها ممكن لا، وكلنا بنتعلم من بعض. غسلتها كويس زي ما انتم شايفين كده، بصوا اللون عامل ازاي. غسلتها كويس وفككتها بقى من التلج من بعضها عشان هي كانت ماسكه ببعضها. التركه بقى هنا ناس كتير قوي اكيد بتستخدمها برضو، بس في ناس كتير ما تعرفوش. اللبن بعد ما بغسلها كويس قوي بجيب لبن واروح جاي حطها فيه واقلبها كده. في ناس ما بتغسلهاش بالميه خالص، بتروح جاي حط عليها لبن على طول. لا انا بغسلها الاول بالميه بعد كده احط اللبن. اللبن ده بيشيل الزفاره وبيخلي طعمها حلو بعد السوى، وبيديها طراوه بيخلي قلبها طري كده. الطريقه الاولى ان انا بجيب الثوم وبدقه طبعا بالملح وبالكمون وشويه فلفل اسمر وشويه قرفه وشويه جنزبيل، انا بحب احط على الكبده كده، بدقه واروح جايه مفضياه على الكبده باللبن كده واقلبهم في بعض، وطبعا الملح بتاعها يبقى مظبوط عشان ما تبقاش عدمه، واركنهم شويه واركنهم شويه كده لحد ما تاخد في التتبيله ساعه اتنين لو اكتر يبقى احسن، ولو مستعجله الصراحه ممكن نص ساعه وازود الملح بتاعها شويه، بس كل ما سبتيها كل ما كانت احسن. واروح جايه مقلباها كده واغطيها واسيبها كده على جنب. انا هعمل كده وهغطيها وهعمل بقى سلطه، هعمل اي حاجه على ما ايه اسيبها في التتبيله بتاعتها دي شويه. تمام، هقول لكم الطريقه الثانيه اللي انا بعملها بيها. بصوا انا جيت الاول هنا، انا طبعا سبتها شويه كده مركونه يعني. هقليها ازاي؟ بجيب شويه رده واطلع من الطبق ده،
اصفي كده من اللبن واحطها على طول في الرده واقلبها، ويبقى عندي زيت سخن وكتير، ما يبقاش قليل عشان ما تتحرقش، وافضيها فيها على طول. بعد كده اطلعها خلاص، هي عليها تومه وعليها ملح وعليها كل حاجه. دي طريقه. الطريقه الثانيه انا بحطها في اللبن بس علشان خاطر الزفاره بتاعتها بس كده تطلع شويه، ما يكونش فيها زفاره، ما يكونش فيها اي حاجه، واسيبها وما احطش عليها توم ولا احط عليها ملح ولا اي حاجه، واطلعها من اللبن احطها في الرده. في ناس بتقليها في دقيق، في ناس بتقليها برده على دقيق. دي الطريقه الثانيه انا اقليها، ودي زي اللي احنا بنجيبها بقى من بره. هو بره طبعا ما بيحطهاش ليكي في لبن ولا حاجه، بس انا قصدي على التتبيله نفسها. بعد ما تقليها بتطلعيها تحطيها في الطبق عادي، بتبقي انت بقى جايبه التوم ودقه التوابل دي، وحط على التوم شويه ميه، نص كوبايه ميه كده ولا ربع كوبايه ميه، ومقلبه مقلبه كويس، وتاخدي من الميه دي بالتوم وترشي على الكبده بعد ما تستوي. دي احلى بصراحه، مش هكذب عليكم، بتخلي الكبده تطرى شويه. الميه لما بتفضوها على الميه بالتوم ما تحطوها على الكبده بعد القلي، بتخليها طريه اكتر، بتطرى تاني، بتطرى تاني من غير ما نكون حاطين التوم والحاجه عليها قبل القلي، ونطلعها نقليها وما نحطش عليها حاجه، بتبقى طعمها حلو وعليها التوابل وكل حاجه، بس بتبقى منشفه شويه. لما بنحطها في اللبن بس وبعد كده نقليها ونطلعها، نرش عليها بقى التوم بالميه بالملح بالكمون بالحاجات اللي احنا حاطينها دي، بتدي طراوه للكبده اكتر، بتعمل قميه كده من تحت بس بتدي طراوه للكبده اكتر. انا بحطها في طبق، احط عليها الخلطه دي، وخالص بعد ما بخلص بيبقى محضره طبق، حاطه فيه كزبره من تحت، واشيل بقى الكبده احطها ايه بايديا كده، احطها على الكزبره تمام، عشان الميه اللي بتنزل تنزل في الطبق التاني ده. طبعا هنا وانا بقلي حضرت السلطه لا غنى عنها مع الكبده المقليه، زي ما بنجيبها من بره. مش سلطه بقى لا، انا قطعت طماطم وخيار قطع كبيره، وبحط عليهم ليمون وخل وملح وتوم وميه، وبسيبهم ينزلوا الميه بتاعتهم، بحط كوبايه ميه، تنزل الميه بتاعتها نصبها في الكوبايات، والخيار والطماطم نحطه في الطبق وناكله، بتبقى حلوه زي ما انتم شايفين. قلت لكم طلعت الرصه الاولانيه اهي، حلوه وجميله وكل حاجه، بس زي ما انتم شايفين ناشفه كده، لما بتحطوا عليها التتبيله بتاعتها من بره بتديكي طراوه اكتر. انا جربت دي وجربت دي، الاثنين طعمهم حلو، بس الاحلى ان انت تحطي التتبيله من بقى التتبيله بالملح بالميه بالملح بكل حاجه بعد القلي مش قبل القلي. ممكن تقلي في رده بس، ممكن تقلي في دقيق بس، ممكن تقلي بدقيق ورده. احلى حاجه جربتها الرده بس عشان تبقى زي بره تمام كده، والزيت يبقى كتير ويبقى سخن يا بنات. زي ما انتم شايفين بقول لكم اهو، انا قلتها وعملتها، كان طعمها حلو قوي على فكره. ممكن تقطعها شرايح، تقطعها صوابع، تقطعها مكعبات، اهم حاجه ما تبقاش خفيفه قوي عشان ما تنشفش معاكي. وهنا بعد ما خلصت خالص وقدمتها مع الحاجه، اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، ومع الف سلامه.